السلام عليكم، اهلين فيكم فيديو جديد. طبعا بسوي الفيديو هذا ليش؟ لان كثير يسالون في كل تعليق كل فيديو حطه تجيني اسئله كثيره في سناب شات، تجيني في الانستغرام، تجيني في تويتر، تجيني كل يسالوني عن الايباد برو، متى بينزل الايباد برو، ليش ما نزلت ابل. طبعا اتوقع ان اصعب شركه تقدر تطلع يعني تسريبات حقتها وتعرف متى بتنزل هي ابل. لدرجه الايباد برو طلع الشكل حقه وطلع كل شيء، والناس قالوا كلهم انه في اكتوبر بينزل. خلص اكتوبر، دخلنا نوفمبر بيخلص، واحنا للان جالسين ننتظره. نزل الماك اللي هو كان اصعب من الماك 16 انش، الماك بوك برو قصدي، ما نزل. فطلعت التسريبات الحين قويه ان ابل اجلت الايباد برو بتخليه في بدايه 2020، بدايه السنه الجايه. يعني لو بتدقق فيها يكون افضل عشان المعالج، لان الاي 13 نزل سنوات اللي راحت. ابل كانت تنزل الايفون بعدها بشهر تنزل الايباد. الايفون توه نازل بالمعالج الجديد، بعد بشهر ينزل المعالج الاجدد من او ان الاكس من فئه المعالج نفسه ويكون اقوى. فالحين حركه حلوه هذا الترتيب العدل، انه في سبتمبر ينزل المعالج الايفون الجديد مثل الحين نزل الاي 13 على الايفون، بعدها بست شهور ينزل في الايباد A13X، كذا يعتبر مثل ما تقولون تجديد نص العمر او نص السنه. وبعدها بست شهور ينزل A14 على الايباد، وبعدها بست شهور نمشي كذا. فانا بالنسبه لي مع الاشاعات اللي نازله الحين جديده هذه الافضل. وثاني حاجه، ابل عندها مؤتمر انه يتكلمون الحين انه بيكون بدايه 2020، فهو مؤتمر حق ابل في مارج تنزل فيه الايبادات الرخيصه، كنت تربح فيهم الايباد الجديد. والايباد الجديد نتكلم عن المواصفات حقته كبدايه، التسريبات اللي طلعت فيه معالج A13X خلاص ما راح يكون فيه اقوى منه. هو اوريدي A12 اللي موجود اكس اقوى من A13 اللي في الايفون. ف يعني الى الان الاشخاص اللي مضطر يشتري الايباد انصحه يشتري الايباد اللي موجود الحين A12X ويعيش معاه قدام، جهاز قوي يعني كمعالج، اقوى من الايفون اقول لكم كمعالج كارقام يعني. فلو بنتكلم عن المواصفات اللي بتنزلونها كبداية، الايباد هو متغير شكله. فالتغيير اللي طلع على الايباد الحين، الايباد برو اللي هو 2018، ما راح يكون تغيير قوي حق الايباد الجديد الحين بينزل. تعرفون ابل انك ما تغير في الاشياء الا بعد 3 سنوات، احيانا سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات على الوقت ده. فلو بنرجع قبل 4 سنوات تقريبا، ايباد برو اول واحد نزل، خلاص يوم نزل الشكل الجديد وكل شيء ونزلوا فيه القلم خلاص مشت عليه. السنة اللي بعدها عدلوا الكاميرا وقووها ونزلوا فيه 120 هيرتز نفس الشكل، لكن نزلت القوة فيه 120 هيرتز. فأتوقع حين السنة الجاية اللي على بداية 2020 ايه، شو اللي بيحطون فيه أبل؟ إذا ما غيرون الشكل لازم يحطون فيه شيء قوي. البداية يقولون لك خلاص، كانت البداية يقولون بيحطون 3 كاميرات، كاميرات الايفون 11 برو 11 برو ماكس. فالتسريبات الحين الجديده قالوا لا دول، فبتكون نفس كاميرا الايفون 11 بس كاميرتين من ورا. انا ما لي شغل في الكاميرتين اللي ورا، انا لي شغل في الكاميرا اللي قدام. بالنسبه لي انا الكاميرا اللي قدام اذا حطوها نفس كاميرا الايفون، وهذا اتوقع اللي بيحطونها، فتكون الكاميرا الاماميه برضو 12 ميجا بكسل وتصور 4K و60 فريم، خلاص هذا الايباد حقي اللي بقدر اسوي حتى من بث للغناء. كل الايباد حاطه واليو اس بي سي يطلع من ونحط فيه مايك خارجي، فخلاص بلو مايك اللي عندي ممتاز. ونتكلم عن اليو اس بي سي. اليو اس بي سي اللي حاطين ابل كبدايه منزلوا الايفون الايباد الجديد السنه راحت، ما كان الايباد اليو اس بي سي يدعم اليو اس بي الخارجي او شيء تركب له مداخل، لكن مع الاي او اس 13 اللي نزلوه قام يدعم ذا الشيء. فالمشكله اللي موجوده الحين شنو هي؟ ان اليو اس بي سي اللي حاطينه اتوقع 3.0 الفئة حقت، يعني النقل حقه بطيء جدا جدا جدا. فأتمنى أبل في اليو اس بي الجديدة الحين، بما أنه خلاص دعمت المداخل بخارج، فتخلي اليو اس بي 3.1 مثلا تقوي سرعة النقل في البيانات فبيكون أفضل. وأتمنى، مع أنه ما أتوقع لكن أتمنى، بما أنه برو تحط يو اس بي ثاني جهة ثانية، علشان لجيت أشحن أقدر أشحن من هنا من هنا. أنا متوحق والله، يعني الايباد حقي اللي جيت اجلس عليه في الكافي شوب لازم اجلس وخلي يمين الجدار عشان اركب الشاحن، اليسار صعب انك تفر الجهاز وتحطه يشحن. فهذا الشيء. وقبل شوي تقريبا اللي هو في نوفمبر الحين
نوفمبر يوم 13 طلعت تسريبات انه يكون الايباد بيحطون فيه كاميرات زياده او سنسر زياده علشان ال 3 دي علشان الاي ار وبيقوونها معروفه ابل في الاي ار فبيخلون كاميرات الاماميه ما تعرفون ان الايباد الجديد ان الايباد برو الموجود عندنا حواف خفيفه على كلامهم انه بدون حواف لكن في حواف عشان المسكه اتمنى يسوون نفس سمات كيا ويقلون الحواف اللي موجوده كويسه عشان تمسك الجهاز لكن الحواف يعني يقدرون يحطون فيها اشياء فيحطون فيها سنسرات لحق الاي ار يقوونها اكثر يدعمون الاي ار فهذه التسريبات كلها لحق الايباد تنتظر اذا يعني مضطر انك تشتري الايباد اشتري الايباد اللي موجود الحين عادي اذا لا تقدر تنتظر 3 شهور قدام تقريبا 3 شهور ونص انتظر ان التسريبات القويه الحين طالعه انه في 2020 بدايه 2020 اول ربع في 2020 قبل معروف اول ربع في 2020 عندها مؤتمر في مارس نص مارس تقريبا او بدايه النص الاول من مارس فاللي هو شهر 3 ف اذا ودك تنتظر مثل ما قلت لكم انتظروا اذا ما ودك تنتظر اشتري الايباد ترى الايباد قوي الكيبورد برضو اتمنى ان يغيرونه يحطون في الكيبورد دي ما اتمنى ان يخلونه فيزيكال ولا شيء اذا الكيبورد اللي موجود انا بالنسبه لي اتكلمكم ممتاز لكن خلاص انت دعمت التراك باد فيكون الكيبورد في مكان التراك باد واتمنى ان ما يغيرون مكان الكونكتر حق الكيبورد فاذا ما غيروا الكونكتر فينزلوا الكيبورد هذا راح تكون عندهم مبيعات من جهتين مبيعات لحق الكيبورد لحق أجهزة الايباد القديمة 2018 ومبيعات لحق الايباد الجديد اللي بيشتري لكن أبل يمكن تقول لك لا الكيبورد الجديد حقني خلاص كذا يسوون حركة ينزلون الايباد الجديد ويغيرون مكان الماجيك كيبورد الكونكتر ذي الدوائر اللي موجودة من وراء عشان تشبك على الايباد يغيرون مكانهم عشان يجبرونك إذا كنت تبي تراك باد لازم تشتري الايباد الجديد فنشوف الحركة قدام وإن شاء الله ما يغيرونها يكون كيبورد وفي ماوس أو المكان ذا التراك باد يكون فيه ممتاز بيكون الصوت ممتاز ما في شيء المايك يمكن يقوونه شوي البطارية راح تقوى أكثر مع أن البطارية ممتازة لكن بيقوونها أكثر USB الواي فاي 6 يحطون فيه يكون الجهاز كامل خلاص ما في شيء واليو 1 الشيب حق اليو 1 اللي بيحطونها طبعا اللي بيسأل عن اليو 1 شنهي اليو 1 حطها في الايفون ال 11 كلهم 11 برو ماكس قطعة داخل في الجهاز علشان الكونكتيفيتي اللي حق التوصيل مثل لو برسل مثل الاير دروب انا من جهاز الى جهاز ثاني اقدر اوصله بس اوجه عليه ويدري عن الجهاز ويرسل اسرع من الاير دروب القديم ومدى ابعد وبرضه لحق لو انه ضاعت قطعه او شيء يقدر يطلع لك بسهوله فهذا الاشياء كلها دبليو يعني اليو 1 يحطون فيه والA13X ننتظر الأرقام حقتها كيف بتكون الشاشة ما أتوقع بيخلونها OLED راح تتم LCD مع الناحين خلاص على 2020 برضو وصلوا يعني إحنا كنا قبل نتمنى إنه ما يخلونها OLED ليش لأنها كانت LCD و 120 هيرتز الرفرش ريت فالحين الOLED صارت 120 فممكن تحط هابل لكن صعب إنه ترجع OLED وما في 120 ترجع لك يعني تتقدم اولد على كلام الناس اولد لكن تدقريوس بميزه ال 120 هرتز تكون 60 هرتز فصعبه فبس هذه كل المواصفات وهذه كل الاعلانات اللي ينتظر تقدر تنتظر ان اشخاص كثيره يسالوني فانا الجواب لهم تقدر تنتظر 3 شهور قدام انتظر افضل لك اذا ما تقدر تنتظر اشتري ايباد الايباد قوي ويمكن يغيرون الماتيريال برضو 100% بيغيرون الماتيريال حق صناعه الجهاز لان اوكي الماتيريال هي مواد التصنيع حق الجهاز لان اكثر الناس يقولون تتكلم بالانجليزي او مصطلحات مواد تصنيع الجهاز يمكن يغيرونها لان تعرفون حركه البند اللي طلعت انحناء الجهاز او الايباد فيتغير المواد التصنيع وبس وبرضه طلعت تسريبات لحق القلم الجديد مع ان ما توقع ان يغيرون القلم الحين تهم غيرينه السنه راحت فلو بيغيرون القلم الحين القلم الجديد طلعت تسريبات عن انه في قلم بس ما ادري هل بيخلونه الحين ولا بعدين يعني المستقبل ان القلم الجديد بيكون فيه زي الشاشه بتكون في نفس القلم ما ادري ليش تقدر تغير فيه تسوي اشياء لكن هذه التسريبات الجديده كلها
اتمنى يقوون برضو مكان المغناطيس حق القلم، من المغناطيس ما اقول لكم ما بقوي كويس، انا اقول لكم اتمنى اذا يقوونه يقوون نفس المايكروسوفت سيرفس، لكن نفس الشيء اثنينهم، مع ان المايكروسوفت سيرفس احس بقوته له تحط القلم يمسك، الايباد القديم الايباد البرو اللي حطيت القلم يمسك لكن اخف قوه من السيرفس، لكن اثنينهم مشكله لو احطهم في الشنطه طلع الايباد اكثر الوقت يطيح الايباد، يطيح القلم داخل الشنطه واجلس ادور فيه، بس تقريبا هذه المواصفات هذا كل شيء. اتمنى برضه وشوف كله يطلع في بالي انه يخلونا ستاندر 6 رام، لان الايباد القديم اذا كان شخص يبي 6 رام يضطر يشتري ال 1 تيرا بايت اللي فيها 6 رام، على اعلى نسخه ما ادري 1 تيرا بايت او 50 اتوقع 1 تيرا هي فيها 6 رام، لكن ما في فرق ليش؟ لانه هم زايدين الرامين زياده، لان العاديين من 128 طالع كلهم 4 جيجا بايت رام، الجيجا بايت الزايد حق ال 1 تيرا بايت علشان بس ترتيب حق الذاكره، الذاكره كبيره فبس يساعد الذاكره، ففي الاداء ما راح تحس فرق بالاداء، لكن خلاص خلوها بيسك الايبادات 6 رام كلها عشان يكون الايفون، خلاص الايفون 4 المستقبل راح يكون يعني بعد سنه او سنتين الايفون يكون 6، لكن ما تتكلم عن الارقام، ابل تعرفون ان ابل ما ترفع المعالج ما ترفع الارقام الا في وقت الحاجه، يعني الايباد رفعتها 4 او الايفونات رفعتهم 4 من سنه راحت او قبلها عشان الريزولوشن حق الشاشه ولا شيء زي تحتاج رامات اعلى، فابل ما ترفع الرام الا وقت الحاجه، فاذا احتاج الشيء راح ترفعه، نشوف قدام ايش بتسوي. بس فقط طولت معاكم صح، فمثل ما قلت لكم تبي تنتظر انتظر، مستعجل اشتري الايباد ترى ممتاز ولا في اي عيب، الا عيب البندنج اذا كنت ما تعتني فيه، بالنسبه لي انا استخدمه طلع في انحناء خفيف عندي، لكن اخر الوقت الحين شخص خلاص حط الشنطه ورمي الشنطه على في كل مكان ومع الكتب مع الاشياء، بس الانحناء اللي عندي ما راح تلاحظه لما تحط الايباد كذا وتطلع فيه بالجنب تشوف الانحناء اخري. بس ما بطول معاكم، ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون بفضل دعاكم، واسف ان من زمان ما قلت لكم التسجيل من شنو، تسجيل من الايفون 11 برو ماكس على النسخه التجريبيه الثانيه اللي هي 13.3. السلام عليكم.